الرياض تترشح للقب عاصمة التصميم العالمية، تجهيزات كبرى واستعداد تام وطموحات عالمية. منظمة التصميم العالمية WDO تعلن عن ترشيح مدينة الرياض للقب عاصمة التصميم العالمية لعام 2026 بعد منافسة الأخيرة مع مدن عالمية عدة. منافسة كبرى تأهلت منها مدينتان للمرحلة النهائية هما منطقة رين مين في كرانفورت والرياض في السعودية، على أن تعلن النتيجة النهائية في سبتمبر من العام الجاري. من جهتها قدمت هيئة فنون العمارة والتصميم السعودية ملف استضافة حدث World Design Capital لعام 2026 لترشيح الرياض للقب الذي يمنح كل عامين لمدينة عالمية. برامج وفعاليات تصميمية يتم إطلاقها على مدى عام كامل، حيث تعرض إنجازات المدينة في مجال التصميم بهدف تحسين حياة مواطنيها. المنطقة أصدرت بياناً قالت خلاله إنه قد تم تطوير عرض الرياض من قبل لجنة الهندسة المعمارية والتصميم لإبراز النظام البيئي المزدهر في المدينة والالتزام بالتقدم والقدرة على التغيير والتحول الحضري تحت شعار تمكين المجتمعات. رئيس WDO ديفيد كوسوما اعتبر أن العرضين مقنعين، إذ يقدم كل منهما سرداً فريداً خاصاً به حول الآلية التي يمكن للتصميم من خلالها تشكيل مستقبل أفضل والمشاركة في العالم والاستجابة له وتحسينه. الوكالة السعودية واس نقلت عن الهيئة أن ترشيح الرياض يهدف إلى بناء سمعتها العالمية بصفتها مركزاً رائداً للتصميم والإبداع والابتكار لجذب السياحة والاستثمار وعرض إنجازات المدينة على المستوى الدولي. إلى ذلك تضيف الهيئة أن المدينة جاهزة لاستقبال جميع المنتسبين لقطاع التصميم في العالم والتواصل مع شبكة دولية واسعة الخبرات، كما أنها تتيح للمدن والبلديات والمشاريع الكبيرة مشاركة برامج واستراتيجيات أعمال التصاميم الحضرية والتحولات العمرانية التي يتم العمل عليها. وفي السياق، فإن تقديم هيئة فنون العمارة والتصميم لملف الاستضافة ل 2026 بحسب تصريحها يعزز من استراتيجيتها التي تنتهي مرحلتها الأولى عام 2025. هذه المرحلة تعتبرها الهيئة بمثابة احتفاء وانطلاقة متجددة لتنمية القطاع وتطويره والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية المواهب وتحقيق الاستدامة، مما سيجعل الرياض المكان الذي يجمع كل المصممين في العالم عام 2026.